بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أحببت أن نعيش معا لنتعرف على بعض الحقائق التي طالما أنكرها الملحدون. فثقافة الإلحاد أيها الأحبة قائمة على أن الناس يخلقون بفعل التطور الطبيعي، وأن الإنسان هو الذي اخترع الأديان. هذا هو العمود الذي يقوم عليه الإلحاد، أن الإنسان هو الذي اخترع الأديان بسبب خوفه من الموت وخوفه مما بعد الموت، لأنه يجهل ما بعد الموت، فاخترع فكرة الدين، ثم اخترع فكرة العذاب، ثم اخترع فكرة يوم القيامة إلى آخره عبر آلاف السنين طبعا. وبالتالي فإن هذه الأديان هي من صنع الإنسان، ولا يوجد شيء اسمه إله للكون أو صانع للكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الحقيقة أيها الأحبة، العلم عندما تطور كشف بالدليل العلمي اليقيني من خلال كبرى الجامعات العالمية التي يستشهد بها الملحدون أنفسهم، كشف العلماء أن الدين والله والإيمان بالله وباليوم الآخر موجود في أعماق الإنسان من قبل أن يخلق، منذ أن يكون جنينا، بل منذ أن كان نطفة في رحم أمه، داخل الشفرة الوراثية لهذه الخلية، خلية الحيوان المنوي وخلية البويضة، يوجد مورثات جينات، يوجد معلومات تقول بأن الله موجود والآخرة موجودة. هذا أيها الأحبة أكبر دليل علمي على أن العمود الذي قام عليه الإلحاد ليس له أي أساس من الصحة. ولكي يكون كلامنا موثقا، يعني دائما أنتم تعلمون أنني أحب أن أتحدث بلغة التوثيق العلمي، لأننا اليوم في عصر العلم، في عصر التكنولوجيا، فلا ينبغي أن نتحدث بأي معلومة إذا لم يكن لدينا دراسات عالمية معترف بها تصل إلى درجة الحقائق اليقينية. طبعا هنا أيها الأحبة، صدر مؤخرا بحث ملفت للانتباه، يقول فيه البروفيسور بروس هود، وهو عالم نفس من جامعة بريستول الأمريكية، إننا نولد ونحن نعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، يعني شيء تصريح من إنسان عالم. طبعا أنا أخطأت، جامعة بريستول هي جامعة بريطانية، فقط للتصحيح. هذا العالم أيها الأحبة الذي درس حالات كثيرة من الأطفال يصرح تماما ويقول نحن العلماء نعتقد ونصرح أن كل واحد منا يولد وهو يؤمن بوجود إله، بغض النظر عن شكل هذا الإله أو اعتقادك بهذا الإله، إنما عملية الإيمان بإله بخالق موجودة، نولد ونحن مبرمجون على ذلك.
وبالتالي فإن هذه البرمجة، برمجة الإيمان بالله عز وجل، موجودة في الشريط الوراثي في كل خلية من خلايا أجسامنا. المذهل أيها الأحبة أن القرآن فيه آية يعني عظيمة يشير فيها الخالق عز وجل إلى بداية خلق الإنسان، الخلية الأولى، وأن هذه البرمجة موجودة في الشريط الوراثي لسيدنا آدم عليه السلام، لأن البشر كلهم من آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وآدم من تراب. وكما أثبت العلم في دراسة تناولناها مسبقا أن البشر الموجودون حاليا كلهم انحدروا من رجل واحد، يقال طبعا عاش قبل 250 ألف سنة، وهناك دراسات أخرى. المهم أن الشريط الوراثي للخلية الأولى التي خلقها الله لسيدنا آدم، أو التي خلق منها سيدنا آدم، هذا الشريط الوراثي فيه برمجة تقوم على الإيمان بالله، انتقلت لكل البشر. تأملوا معي هذه الآية أيها الأحبة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هذا الشريط الوراثي الذي يحوي معلومات ذرية آدم بالكامل، لأن الشفرة الوراثية أو جينات الإنسان معروفة، الشريط الوراثي البشري أو الصبغيات البشرية معروفة وتختلف عن أي صبغيات أخرى لأي كائن آخر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من أين؟ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، ماذا قال لهم الله سبحانه وتعالى؟ وضع هذه البرمجة الإلهية في هذا الشريط الوراثي: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. هذه الشهادة، شهادة كل إنسان بأن الله موجود، موجودة في كل خلية من خلايا أجسامنا في هذا الشريط الوراثي أيها الأحبة. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. يعني لكي لا تقولوا كما يقول الملحد أن كل إنسان يخلق ليس له علاقة بالوراثة التي أخذها من آبائه وأجداده، والتي تحوي هذه المورثات التي تشهد بأن الله موجود، لكي لا تقولوا ذلك: وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إذن الله فصل لنا هذه الآية التي يكتشفها العلماء اليوم، أشار إليها، قال: انظر في ذريتك أيها الإنسان، في كل خلايا من خلايا جسدك، ما هي الذرية؟ هي المعلومات الوراثية، المعلومات الموجودة في الشريط الوراثي أيها الأحبة، هي التي تنتقل عبر الذرية من إنسان لآخر. وإلا كيف استطاع العلماء أن يؤكدوا أن كل البشر الموجودون الآن 7 مليارات أو أكثر كلهم ينحدرون من رجل واحد؟ إذن أيها الأحبة، هذه الآية تشير إلى وجود معلومات مخزنة في ذرية الإنسان، في خلايا هذا الإنسان منذ زمن بعيد، منذ سيدنا آدم عليه السلام. إن الله تعالى قد وضع في كل خلية من خلايا أجسامنا نحن البشر، منذ أن خلقها وضع فيها معلومات تدفع الإنسان للإيمان بشكل فطري، ميول طبيعية للإيمان، وهذا ما سنراه بعد قليل في دراسات أخرى. ولذلك نجد أن الملحد متناقض مع نفسه، فهو في داخله يعترف بأن الله موجود، ولكنه بلسانه ينكر ذلك ويعتبر أن الدين هو من
صنع البشر. لذلك أيها الأحبة، هذا الاضطراب في حياة الملحد بين ما يعتقد في داخله وبين ما يصرح بلسانه أنبأ عنه القرآن عندما قال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مريج يعني مضطرب، من مرج اضطرب، اختلط، أمر مختلط عليهم، مضطرب متناقض. سبحان الله. الآن أيها الأحبة، يعني إذا ذهبنا إلى جامعة هارفارد، كل إنسان يستطيع أن يكتب عبارات باللغة الإنجليزية: الإيمان بالله، ثم يكتب جامعة هارفارد، ثم يكتب دراسة، ستخرج له هذه الدراسات منشورة على، لا أقول عشرات المواقع، مئات المواقع العلمية. تقول هذه الدراسة أيها الأحبة: إن خلايا الإنسان مبرمجة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى ضمن ما يسمى بالشريط الوراثي. أما فكرة الإلحاد حسب ما تقول جامعة هارفارد، فهي غريبة عن تركيب الإنسان الوراثي، عن هذه الشفرة. يعني الشفرة الوراثية فيها مليارات المعلومات، لا توجد فيها معلومات تخص الإلحاد. المعلومات الموجودة في شريطنا الوراثي، في جيناتنا، هي معلومات يعني ميول طبيعية للإيمان. يولد الإنسان وهو يميل فطريا للإيمان بالله سبحانه وتعالى. ويقول الباحثون: لقد أثبتت 850 دراسة، 850 دراسة في الصحة النفسية، و350 دراسة في الصحة البدنية الجسدية، يعني أن الإيمان بالله يمنح الإنسان حياة أفضل وصحة أفضل ووضع نفسي أفضل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أود أن أتذكر معكم أيها الأحبة، عندما سأله أحد الصحابة الذين كانوا حريصين على أفضل الأعمال، عندما سئل أي الأعمال أفضل، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام حسب الحديث الذي رواه البخاري: إيمان بالله عز وجل أفضل الأعمال، إيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الحديث أيها الأحبة يتماشى تماما مع الحقيقة العلمية التي تقول إن مئات الدراسات أثبتت أن الإيمان مفيد. إذن أحب الأعمال وأفضل الأعمال إلى الله هو فائدتك أيها الإنسان. سبحان الله. يعني جامعة هارفارد كما لاحظنا تقول 850 دراسة، بالإضافة إلى 350 دراسة، كلها أثبتت أن الإيمان مفيد جدا لك أيها الإنسان، نفسيا وجسديا ولنظامك المناعي ولحياتك الشخصية ولقلبك وللدورة الدموية ولسلامة الدماغ إلى آخره. النبي إذن علميا أفضل شيء تقوم به أن تؤمن بالله. وعندما سئل النبي أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله. سبحان الله. يعني النبي يريد مصلحتك أيها الإنسان، بينما الإلحاد فكرة غريبة كما تقول جامعة هارفارد، فكرة غريبة عن تكويننا نحن البشر. إذن بالله عليكم، هل النبي عليه الصلاة والسلام يدعوكم لشر أم لخير؟ عندما يريدنا النبي أن نؤمن بالله، هل هذا الإيمان حسب جامعة هارفارد العريقة رقم واحد في العالم، هل الإيمان بالله شيء مفيد لك أيها الإنسان أم شيء مضر؟ طبعا شيء مفيد جدا. إذا لماذا ترفضون الإيمان بالله سبحانه وتعالى أيها الملحدون، وتعيشون حياة تعيسة، وتخسرون كل هذه الفوائد وهذه الميزات؟ يعني أنت عندما تكون مؤمن هذه ميزة لك أيها الإنسان. طبعا أيها الأحبة، هناك دراسات كثيرة جدا، يعني
ولكن دعوني أعتمد فقط على الدراسات الموثقة والتي يعني هنا لدي دراسة جميلة جدا. هذه الدراسة تقول إن الإنسان يولد وهو يحمل في جيناته الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يصرح به أحد علماء بريطانيا وهو جوستن باريت بعد دراسة طويلة على الأطفال. فقد تبين له أن الأطفال يخلقون وفي ذهنهم تساؤلات، هذه التساؤلات موجودة في ذهن الطفل، تقول من خلقنا؟ لماذا خلقنا؟ تساؤلات حول الخلق. ونجد لديهم كما يقول هذا البروفيسور البريطاني، ونجد لديهم ميولا طبيعيا للإيمان بالخالق بشكل فطري. بل إن الطفل الصغير لا يتقبل دماغه فكرة أن الطبيعة هي التي طورت الإنسان وخلقته، يصاب بتشويش في الدماغ. ولكن عندما نخبره بأن الله الواحد هو الذي خلق الكون، نجد أن دماغه يتقبل هذه الفكرة بسهولة ويتفاعل معها بشكل طبيعي دون أي اضطراب أو مشاكل. إذن أليس هذا ما أنبأ به الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. سبحان الله. طبعا أيها الأحبة، دراسات كثيرة جدا جدا، ولكن أنا أود كما قلت لكم أن أقتصر على الدراسات اليقينية وليس مجرد الكلام. أنا لدي هنا أيها الأحبة دراسة لجامعة أكسفورد، تقول هذه الدراسة، اطلعوا عليها، موجودة على الإنترنت، تقول إن البشر يميلون بشكل طبيعي ميول فطري للإيمان بالله وباليوم الآخر، أو هم كتبوا هنا جادز بالآلهة، يعني بفكرة الإله، لأنهم طبعا هؤلاء علماء معظمهم ملحدون لا يعترفون بخالق الكون، ولكن وجدوا خلال الدراسة أن هذا الإنسان يولد ولديه ميول طبيعي للإيمان بالله وباليوم الآخر، وفكرة الإلحاد غريبة على الإنسان، ليست من أصل تركيب الإنسان أيها الأحبة. لذلك هذه الدراسة أحبتي في الله موجودة على موقع جامعة أكسفورد بتاريخ 13 مايو 5 2011، ويقولون بالحرف الواحد في هذه الجامعة العريقة جامعة أكسفورد إن الاعتقادات الدينية للبوذيين أو الهندوس أو اليهود أو كذا أو كذا تأتي حسب التعاليم التي يلقنها الآباء للأبناء وتختلف من ثقافة لأخرى، ولكن الشيء الذي يوجد في أعماق الإنسان ويولد معه، دققوا معي أيها الأحبة، جامعة أكسفورد، الشيء الذي يولد مع الإنسان فطريا طبيعيا هو الإيمان بالله والإيمان بالآخرة باليوم الآخر. لذلك الله سبحانه وتعالى أول سورة في القرآن بعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر،
هذا جزء من فطرة الإنسان أيها الأحبة. إذا الله عندما بدأ سورة البقرة بالإيمان بالله وباليوم الآخر هو بدأ بالفطرة، الفطرة السليمة، كيف لا يبدأ بذلك وهو الذي خلق الإنسان وهو الذي خلق هذه الفطرة في أعماق كل منا. كذلك أيها الأحبة، أنا لدي بحث عن الإيمان بجهنم. يعني تصوروا أن الإنسان عندما يخلق وهو مؤمن أيضا، ليس فقط باليوم الآخر، بل يؤمن أن هناك حساب، شكل ما من أشكال الحساب. مثلا دراسة قامت بها جامعة أوريغون عام 2012، ابحثوا عنها، تقول إن المجموعات من الذين يؤمنون بيوم الحساب أو بيوم القيامة ويؤمنون بالعقاب والثواب هم الأقل ارتكابا للجريمة. يعني المجتمع الذي ينتشر فيه الإلحاد تكثر فيه المخدرات وارتكاب الجرائم إلى آخره، بينما المجتمع المؤمن الذي يؤمن بأن هناك نار جهنم، هناك عقوبة يوم القيامة، فإن هذا الإيمان بوجود يوم آخر وعذاب يقي الشباب من الانحراف. وهذه الدراسة أيها الأحبة منشورة على موقع شهير ساينس ديلي عام في 19/6/2012 لجامعة أوريغون، تؤكد أن الإيمان بعذاب الله يوم القيامة يحمي الشباب من الانحراف. وتدعو الدراسة في نهاية الدراسة دعوة إلى ضرورة تعزيز الإيمان بالله عز وجل لحمايتك أيها الإنسان من الانحراف. الله تعالى عندما خاطب البشر قال: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. جهنم أيها الأحبة لم تخلق لينتقم الله من الناس، كل هؤلاء الناس لا يساوون شيئا بالنسبة لله ولا شيء، لأنهم أصلا لم يكونوا شيئا قبل أن يخلقوا. فكيف تدعي أيها الملحد أن الله يحب الانتقام أو يريد أن ينتقم من الناس؟ لا، خلق هذه النار ليقومك بها في الدنيا. هذه دراسة كبرى قامت بها كما قلنا جامعة أوريغون، وتدعو لضرورة أن تؤمن بالله وباليوم الآخر وبوجود نوع ما من العقاب. ليس من الضروري أن يكون على الطريقة الإسلامية، يدعون على أي طريقة تحب، ولكن ينبغي أن تدرك في أعماقك أن بعد الموت هناك عقوبة. هذا الإحساس في داخلك أو هذا اليقين أيها الأحبة، عندما تضعه في دماغك فإنه يحميك من الانحراف، يحميك من الوقوع في الرذيلة، في المخدرات، في التطرف، في ظلم الآخرين، يحميك من أن تقع في السرقة أو في ظلم الآخرين. وبالتالي فإن الله تبارك وتعالى عندما يخوف عباده من العذاب إنما يريد مصلحتهم أيها الأحبة، يريد مصلحتك أيها الإنسان. ماذا تخسر إذا كانت كل جامعات الدنيا تقول لك إن الإيمان بالله أفضل، والإيمان باليوم الآخر أفضل، والإيمان بوجود عذاب ووجود جهنم أفضل لك ولحياتك ولعائلتك؟ فلماذا تجحد هذه الحقائق العلمية ثم تدعي أن الإلحاد هو الأفضل؟ صدقوني أيها الأحبة، كل ما جاء به الإسلام لمصلحتك أيها الإنسان. عندما حرم عليك الخمر تبين أنه يسبب 7 أنواع من السرطان، أنواع رئيسية. عندما حرم عليك الزنا لينجيك ويقيك من شر الأمراض الجنسية المعدية والقاتلة والمؤلمة.
عندما أمرك بالإيمان إنما أراد أن يضمن لك السعادة في الدنيا قبل الآخرة. عندما أمر بالإنفاق والصدقة أراد لك أن تكون سعيدا، لأن الدراسات العلمية أثبتت أن الذين يتصدقون بشيء من المال هم الأكثر سعادة. الذي ينفق يكون أكثر سعادة ممن يأخذ المال على فكرة. فكل ما جاء به الإسلام هو لمصلحتك أيها الإنسان، فلماذا ترفضون تعاليم هذا الدين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق العلمية، وأن ينور قلوبنا وقلوب كل إنسان على وجه الأرض، سواء كان مؤمن أو ملحد، أن ينور قلبه ليرى هذه الحقائق، ليرى نور الإسلام، ليتمتع بالسعادة التي يمنحك إياها تطبيق تعاليم الإسلام، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولا نملك إلا أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.